كذا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، نسير مع هذه الانطلاقة المميزة وأيضا انطلاقة هذا الشوط، انطلاقة هذا أيضا الاندفاع الخامس. ما شاء الله تبارك الله، شوفوا التجمع، شوفوا السرعة الفائقة، ما شاء الله تبارك الله. هذه أيضا المركز الأول، تقدمت في الصدارة الأولى في المقدمة الأولى بشاير مسلم بن سالم بن محمد بن خلفان المنصوري، بينما المركز الثاني يتقدم في ثاني المراكز مع الغزيل ناصر بن دلهم الهاجري. المركز الثالث، شوفوا المركز الثالث، هذه شاهينية محمد بن محمد بن عبد الله المعمري يتقدم. مرحبا يا المعمري ومرحبا بهالي العين دار الزين، يتقدم بالشعار العيناوي، العيناوي خطير للغايه، يتقدم من خلال هذا الاسم. ولكن هنا القادمه في هذه اللحظات، الواصله في هذه اللحظات مشاهدين الاعزاء، اكسيورا يمع بن سعيد الرايحي، العليلي غير الى المركز الثاني، ولكن المعمري 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 عمار يا المعمري وصل. بن دلهم يقدم الغزيل، يقدم الغزيل، ياتي ايضا بن دلهم ناصر بن دلهم الهاجري يتقدم مع الغزيل على المركز الثاني. يا سلام يا سلام، ولكن المعمري على الصداره على المركز الاول. حمد بن محمد بن عبد الله المعمري يتقدم مع الشاهينيه، الشاهينيه على الصداره، المعمري وبن دلهم مع الغزيل على المركز الثاني. ولكن الله 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 الله، وين الموقع؟ ال 500 متر الأخيرة، جولة الأوامر، جولة التحديات يا المعمري، أعصابه باردة المعمري لأن عنده نوعية فريدة وجميلة. يتقدم حمد بن محمد بن عبد الله المعمري، أيضا هالي العين يبون السلام، هالي العين يبون السلام. ولكن هناك دخول آخر جميل، محمد بن حمد بن عثعيث، وصل بن عثعيث ماي بن الأطاري العامري على المركز الثاني، ولكن الصدارة المعمري. بن عثعيث قادم، بن عثعيث قادم، ولكن المعمري. تهانينا والناموس، سلام العين، سلام على هذا الفوز والانتصار بالمركز الأول. المركز الثاني وصل أيضا هناك مع الشاهينية محمد بن حمد بن عثعيث العامري. المركز الثالث، المركز الثالث اكسيورا يمع بن سعيد الرايحي العليلي. التوقيت الزمني 2:15 54 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز، تهانينا لأيضا مالك الشاهينية حمد بن محمد بن عبد الله المعمري.